الأهلي يضيع فوز كان في المتناول على يانج أفريكانز، ولكن تراخي لعيبة النادي الأهلي واستهترهم يتسبب في التعادل وخروج المباراة بنقطة للنادي الأهلي ونقطة ليانج أفريكانز المتواضع على ملعبه ووسط جمهوره. ملخص مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز بعد الفاصل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي المشجع، مع أحمد عشاق. النادي الأهلي في كل مكان، تعادل مخيب لأمال جماهير النادي الأهلي في مباراة يانج أفريكانز كان في المتناول الفوز والحصول على الثلاث نقاط، خاصة أنك أنت مسجل في الدقيقة 87، يعني الأمور انتهت. ولكن لعيبة النادي الأهلي مصرة على حرق الدم، جماهير النادي الأهلي مصرة على الاسترخاء، مصرة على التراخي، مصرة على أن هي تغلط وتعمل أخطاء ساذجة ما تطلعش من لعيبة بتلعب في النادي الاهلي. ولكن الحمد لله تعادل 1-1، الاهلي يفضل على صدارة المجموعة باربع نقاط، وفي المركز الثاني شباب بوليسداد 3 نقاط، وميدياما 3 نقاط، ويانج افريكانز في المركز الاخير بنقطة وحيدة، والاهلي في الصدارة في انتظار مباراة القادمة للنادي الاهلي امام شباب بوليسداد يوم 8 الشهر الحالي، مباراة في استاد القاهرة او في استاد السلام النادي الاهلي بيلعب عليه. ولكن ننتظر فوز النادي الاهلي في المباراة الأخيرة قبل الذهاب إلى كأس العالم لضمان الصدارة وضمان الصعود إن شاء الله كأول مجموعة. مباراة وانتهت تعادل 1-1، نقول الحمد لله ونشكر اللعيبة ونشكر الجهاز الفني، ما ورناش حاجة غير إن احنا هندعم لعيبة النادي الأهلي على المرة والحلوة إن شاء الله، بالتوفيق في المرحلة القادمة للنادي الأهلي.